ونتحول إلى التطورات على الحدود اللبنانية، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ في كريات شمونة أطلقت من لبنان. وهذه لقطات لكريات شمونة قبل قليل، كما أفاد مراسلنا بدوي صفارات الإنذار فيها وفي مزقاف عام ومرجليوت في إصبع الجليل. وارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية من جانب آخر على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان إلى 4 شهداء وفق ما أفادنا به مراسلنا. طبعا كما يظهر على الشاشة، الجيش الإسرائيلي يقول أنه رصد 20 صاروخا أطلقت من لبنان. نتحدث أكثر عن ذلك مع مراسلينا من إبل السقي جنوب لبنان، مراسل العربي محمد شبار، وكذلك ينضم إلينا من الجليل الأعلى أحمد جرادات. مرحبا بكم، وأبدأ معك أحمد بهذه الأخبار الواردة عن 20 صاروخا وكذلك عن استهداف كريات شمونة، هل من تفصيل؟ يعني بالفعل هذه الصواريخ أطلقت نحو كريات شمونة والمناطق المحيطة بها، دوت صافرات الإنذار مرتين في المدينة، ما يعني أن هذه الصواريخ أطلقت على دفعات وليس دفعة واحدة، واستمرت عملية الإطلاق قرابة 15 دقيقة على الأقل. الحديث حاليا عن سقوط عدد من هذه الصواريخ في داخل هذه المدينة التي أخليت منذ الأيام الأولى لهذه الحرب، ولكن لم يتم الحديث حتى اللحظة عن وقوع إصابات. هناك سقوط على الأقل لأكثر من صاروخ في مدينة كريات شمونة بفعل عملية الإطلاق. هذا التطور الأخير يأتي بعد استهداف إسرائيل لمدنيين في الجنوب اللبناني، وربما هو ما يعطي إشارة إلى إمكانية تنفيذ عمليات في الساعات المقبلة كرد على هذه العملية، لا سيما وأننا قبل الإعلان عن استشهاد المدنيين في لبنان كان الوضع هادئ نوعا ما على هذه الحدود، فقد دوت صافرات الإنذار مرة واحدة في الجليل الأعلى في ساعات الصباح الباكر بفعل إطلاق الصاروخ سقط في داخل الأراضي اللبنانية بحسب الإعلام الإسرائيلي. ولكن حاليا مع توارد هذه الأنباء بدأنا نشهد عملية إطلاق الصواريخ نحو كريات شمونة ومحيطها. يذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت عن ارتفاع ملحوظ بعملية إطلاق الصواريخ من لبنان منذ بداية هذا العام. حزب الله ضاعف عملية إطلاق الصواريخ، فمثلا كان قد أطلق في يناير الماضي قرابة 300 صاروخ، الشهر الماضي يتحدثون عن 744 صاروخا أطلقت من لبنان بمجموع 2350 أو ما يزيد قليلا من الصواريخ التي أطلقت من قبل حزب الله، وهذا ارتفاع ملحوظ إذا ما قارناه في الأشهر الماضية منذ بدء هذا التوتر تحديدا في 8 أكتوبر. إذن كريات شمونة مرة أخرى هي تحت إطلاق الصواريخ، ترجحات بأنها صواريخ كاتيوشا أطلقت، تم اعتراض عدد من هذه الصواريخ ولكن فشلت منظومة الاعتراض الصاروخية بالتصدي للبقية، وهو ما أدى إلى سقوط هذه الصواريخ ليس في مناطق مفتوحة بل في بين المنازل وفي الشوارع الموجودة في كريات شمونة. شكرا لك أحمد جرادات مراسل العربي من الجليل الأعلى. وإلى الجانب الآخر من الحدود أرحب مجددا بمحمد شبارو مراسل العربي من جنوب لبنان، مرحبا بك محمد. إذن 20 صاروخا كما قال الجيش الإسرائيلي، هل من تصريحات من جانب حزب الله، وماذا عن الاستهدافات الأخيرة الإسرائيلية في الجنوب اللبناني؟ محمد، لا بيان بعد عن حزب الله لتبني هذه العملية وتحديد الخلفية، ولكن من الواضح أن استهداف اليوم كريات شمونة بحسب ما سمعنا ورصدنا من هنا من القطاع الشرقي، عملية إطلاق الصواريخ تمت على 3 دفعات واستهدفت إصبع الجليل، وبالتالي يمكن القول بأن هذه العملية اليوم يمكن وضعها في إطار الرد الواضح والسريع على عملية استهداف المدنيين في ميس الجبل. حزب الله عادة منذ اليوم الأول من هذه التطورات العسكرية على الجبهة قال بوضوح أن استهداف المدنيين دوما سيرد عليه، وبالتالي هذا أحد الخطوط الحمر الواضحة من قبل حزب الله، وعادة ما يلجأ إلى قصف المستوطنات الإسرائيلية بالصواريخ كما شاهدنا اليوم ردا على أي عملية لاستهداف المدنيين، بانتظار توضيحات وبيان رسمي
رسمي يصدر عن حزب الله ما حصل اليوم في ميس الجبل أنه انتهازا للأجواء شبه الهادئة في الأيام الماضية وانخفاض حدة العمليات العسكرية، عمد بعض المواطنين من ميس الجبل إلى التوجه إلى البلدة لتفقد المنازل والمحلات التجارية، ولكن أثناء تفقدهم لهذه البلدة شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت وسط البلدة أحد المنازل وأدت إلى استشهاد عائلة أب وزوجته إضافة إلى ولديه، أحدهم قاصر تحت السن القانوني وأحدهم يبلغ من العمر 21 سنة، كما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات بجروح. عموما كانت كل المؤشرات هنا في جنوب لبنان وأيضا في العاصمة بيروت تشير إلى حالة من الترقب لما سيحصل في القاهرة، وإن كانت الضغوط الدولية ستؤدي إلى فرض هدنة أو وقف إطلاق نار في قطاع غزة وكيف سينعكس ذلك على جبهة جنوب لبنان. في لبنان هناك قناعة منذ أشهر طويلة بأن بنيامين نتنياهو بأن الحكومة الإسرائيلية قد تلجأ إلى تصعيد ما على جبهة جنوب لبنان في حال كانت محشورة في قطاع غزة أو حتى للتهرب من أو حرف الأنظار عما يحصل في قطاع غزة، وبالتالي يعتقد البعض اليوم أن التصعيد الإسرائيلي أن استهداف المدنيين في ميس الجبل هنا في لبنان قد يكون له خلفية أيضا مرتبطة بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بانتظار البيان الرسمي صادر عن حزب الله. كانت الحكومة اللبنانية بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بر بطبيعة الحال أعدت ردا واضحا على الورقة الفرنسية التي تسلمتها في وقت سابق. بحسب المعلومات المتوفرة ينطلق الرد اللبناني أولا من ضرورة التطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 1701، وبالتالي التصريحات أيضا الصادرة عن قيادات حزب الله وعن رئيس مجلس النواب نبيه بري كانت تشير بوضوح دوما إلى جهوزية لبدء مسار المفاوضات المتعلق بجبهة جنوب لبنان، ولكن فور توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهذا بالتحديد ما تنتظره الحكومة اللبنانية وكذلك حزب الله بانتظار طبيعة الحال رصد للتطورات العسكرية جنوبا، وإن كانت التطورات الأخيرة ستبقى محصورة وسيكون هناك رد جديد وثان لحزب الله على استهداف المدنيين في ميس الجبل. محمد، شكرا لك محمد شبار مراسل العربي من إبل السقي جنوب.